مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في أخبار السادسة، تأتيكم من مركز أخبار قنوات أبوظبي، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الدولة يصدر قرارا في شأن معاملة أبناء المواطنات الإماراتيات المقيمين في الدولة بالمعاملة ذاتها المقررة للمواطنين في التعليم والصحة. والناتو يقرر تعزيزات غير مسبوقة في جبهته الشرقية، وروسيا تصف الخطوة بالعدائية ضدها. السلام عليكم ورحمة الله. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله قرارا في شأن معاملة أبناء المواطنات الإماراتيات المقيمين في الدولة بالمعاملة ذاتها المقررة للمواطنين في قطاعي التعليم والصحة. ويصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة القرارات اللازمة كافة لتنفيذ أحكام هذا القرار وتفسيره، وتقدم وزارة شؤون الرئاسة أوجه الدعم اللازم إلى الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتنفيذ أحكام هذا القرار والقرارات الصادرة في شأنه. ويأتي قرار صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله في إطار حرص القيادة الرشيدة على دعم أسر أبناء المواطنات واستقرارها. أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة تحمل 52 طنا من الإمدادات الغذائية لدعم اللاجئين الأوكرانيين في جمهورية بلغاريا، والذين تقدر أعدادهم فيما يزيد على 90,000 لاجئ، وذلك ضمن الدعم الإغاثي المستمر من دولة الإمارات للمساهمة في التخفيف من حدة التداعيات الإنسانية التي يواجهها اللاجئون الأوكرانيون في دول الجوار الأوكراني. أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين المدة من يوم الجمعة الموافق 8 يوليو المقبل إلى يوم الاثنين الموافق 11 من الشهر ذاته عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص في الدولة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ويأتي ذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في شأن العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص لعامي 2021-2022. ونقف الآن عند آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والمستمرة للشهر الخامس. مع تصاعد الصراع في أوكرانيا، اتخذت قمة دول حلف شمال الأطلسي الناتو في مدريد قرارات وصفت بالمحورية، من زيادة الإنفاق العسكري وزيادة عدد القوات في حالة الجهوزية العالية إلى أكثر من 300,000، وإطلاق آلية التوسيع لضم السويد وفنلندا، وزيادة القواعد للحلف على الجبهة الشرقية قرب الأراضي الروسية. وفي رد فعله على تعزيزات الناتو قرب حدود بلاده، وصف الرئيس الروسي الاستراتيجية الجديدة للحلف بالعدائية. عدائية ومزعزعة للاستقرار، هذا ما وصف به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مخرجات قمة دول حلف شمال الأطلسي في مدريد التي تختتم أعمالها اليوم. وقد قررت تعزيز وجود الحلف العسكري على أبواب روسيا وإطلاق آلية التوسع لضم السويد وفنلندا. أوكرانيا ورفاهية الشعب الأوكراني ليست هدف الغرب الجماعي وحلف شمال الأطلسي، بل وسيلة للدفاع عن مصالحهم الخاصة. قادة حلف الناتو اتفقوا على دعوة فنلندا والسويد رسميا للانضمام إلى الحلف، بعدما أبرمت تركيا اتفاقا مع الدولتين لرفع اعتراضها على عضويتهما، وبعد اجتماعات طويلة على هامش القمة. قمة الحلف التي تأتي بعد أكثر من 4 أشهر على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تسعى لرفع عدد القوات في حالة الجهوزية العالية إلى أكثر من 300,000 جندي، والتي يبلغ تعدادها الآن 40,000، إضافة إلى إنشاء مزيد من القواعد للحلف في الجبهة الشرقية قرب الأراضي الروسية. قمة الناتو تعهدت أيضا بزيادة الإنفاق العسكري على عمليات الحلف عبر تخصيص 2% من الناتج الداخلي للدول الأعضاء بداية من 2024. خطوة اعتبرها الأمين العام للحلف يانس ستولتنبرغ عملية إعادة تنظيم كبرى للدفاع الجماعي منذ الحرب الباردة، مؤكدا موقف الحلف من الصين بأنها ليست عدوا للحلف لكنها تمثل تحديات خطيرة بما تقوم به من بناء قواتها وأسلحتها النووية، ما استدعى ردا صينيا على هذه التصريحات.
نود أن نحذر الناتو من أن تضخيم ما يسمى بالتهديد الصيني أمر لا طائل منه. يجب على الناتو أن يوقف على الفور اتهاماته الباطلة وتصريحاته الاستفزازية ضد الصين. أوكرانيا، حلبة الصراع بين موسكو والغرب، أخذت وعودا من القمة بدعمها لأطول فترة ممكنة، ما يعني تصديقا لتصريحات أطراف الصراع عن حرب طويلة الأمد، فيما عززت كل من بريطانيا والولايات المتحدة على هامش القمة دعمها العسكري والاقتصادي لكييف. ميدانيا، قال الجيش الأوكراني في تحديث صباح اليوم إن روسيا تستخدم المدفعية سعيا لحصار مدينة ليتشانسك، وهي آخر جزء من منطقة لوهانسك شرقي أوكرانيا، لا يزال تحت سيطرة كييف. وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن الهجمات تقع حول مصفات النفط في المدينة. وفي الوقت نفسه قال انفصاليون مؤيدون لروسيا إنهم سيطروا على المنطقة المحيطة بالمصفاة، وأن القوات الأوكرانية تتراجع في اتجاه الشمال الغربي. أكدت موسكو اليوم أن لديها أكثر من 6,000 أسير حرب أوكرانيا، مؤكدة تبادل 144 مقاتلا أوكرانيا بعدد مماثل من الروس أو الانفصاليين الموالين لروسيا. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغر كوناشينكوف في بيان إن العدد الإجمالي للعسكريين الأوكرانيين الذين أسروا أو استسلموا يتجاوز 6,000. نشرتنا متواصلة وفيها بعد قليل. المحادثات الليبية في جنيف تواجه عقبة الاتفاق على شروط الترشح لمنصب رئاسة ليبيا. المؤسس بدأت مسيرة التطور، وخمسة عقود من الإنجازات، وعلى نهجه سار الأبناء نحو الخمسين القادمة. مسيرة وطن، الاثنين والخميس 9:30 مساء على قناتي أبوظبي والإمارات. مع كل ثانية تمر قد يتغير فيها الكثير من الأحداث، لكن لكل خبر أبعاده. هنا نفرد الأوراق ونحلل ونتعمق ونبحث في أدق التفاصيل لحظة وقوع الحدث لتكتمل لديك الصورة في 30 دقيقة. الأحد 10:30 مساء بتوقيت أبوظبي، 9:30 بتوقيت السعودية على قناة أبوظبي. أهلا بكم من جديد، وقبل مواصلة النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين.
رئيس الدولة يصدر قرارا في شأن معاملة أبناء المواطنات الإماراتيات المقيمين في الدولة بالمعاملة ذاتها المقررة للمواطنين في التعليم والصحة. والناتو يقرر تعزيزات غير مسبوقة في جبهته الشرقية، وروسيا تصف الخطوة بالعدائية ضدها. مرحبا بكم. أشارت وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن مصدر من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى انتهاء لقاء رئيس المجلس خالد المشري مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم في جنيف، والذي ترعاه البعثة الأممية من دون تحقيق توافق عن باقي مواد الوثيقة الدستورية. وأكدت الوكالة بأن الطرفين سيعودان إلى ليبيا من أجل عرض ما توصل إليه على مجلسي النواب والدولة بطلب من مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في شأن ليبيا ستيفاني ويليامز بعد عدم تحقيق التوافق المنشود. قالت الخارجية الإيرانية اليوم إنها جادة في الرغبة للتوصل إلى اتفاق نووي جيد ومستدام، واصفة في بيان المحادثات التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة بالإيجابية. هذا وأبدت الولايات المتحدة الأربعاء خيبة أمالها لعدم إحراز أي تقدم في المفاوضات غير المباشرة التي جرت بينها وبين إيران. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن إيران رفضت الاستجابة إيجابيا لمبادرة الاتحاد الأوروبي، وبالتالي لم يحرز أي تقدم. من جهته قال إنريكي مورا مبعوث الاتحاد الأوروبي إنه سيواصل العمل بجهد أكبر لإحياء اتفاق يمكنه منع الانتشار النووي ودعم الاستقرار الإقليمي. في إسرائيل صادق أعضاء الكنيسة بالقراءتين الثانية والثالثة صباح اليوم على مشروع قانون حل الكنيسة تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة هي الخامسة في أقل من 4 سنوات، فيما يتولى وزير الخارجية يائير لابيد منصب رئيس الحكومة الانتقالية من نفتالي بنت الذي قرر اعتزال الحياة السياسية. بشكل رسمي صادق الكنيسة الإسرائيلي على حل نفسه والتوجه لانتخابات عامة في الأول من نوفمبر المقبل، فبعد أخذ ورد وتأجيل لعملية هي الأطول في تاريخ إسرائيل، أقر 92 نائبا حل الكنيسة والذهاب لانتخابات هي الخامسة في 3 سنوات، على أن يتولى وزير الخارجية يائير لابيد منصبه بالتناوب كرئيس للوزراء حتى الانتخابات المقبلة، فيما يستمر نفتالي بنت الذي قرر اعتزال الحياة السياسية في العمل كنائب لرئيس الوزراء حتى نهاية عمل الحكومة الحالية. هذه الدورة من الكنيسة كانت معقدة ومركبة وعملت في وقت تبديل السلطة. المعارضة تحولت لتصبح موالاة، وكتل الائتلاف السابق تحولت لتصبح في مقاعد المعارضة. للأسف الشديد مستوى الكراهية ارتفع في هذه الدورة، ورغم ذلك أقرت بعض القوانين خلال هذه الدورة. وبالتصويت على حل الكنيسة يبدأ تلقائيا تمديد قانون الطوارئ القاضي بسريان القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، والذي كان السبب في اتخاذ الحكومة قرار حل الكنيسة بعد أن فشل ائتلافها بتمرير هذا القانون. يعني هذا القانون كان الكشة التي قسمت ظهر البعير، لأنه له مدى زمني وينتهي وهو اليوم، وبالتالي هذا خلق ضغط على الحكومة واستغله نتنياهو وصوت ضده رغم تأييده للفكرة، واعتبر أن إسقاط الحكومة أولوية على القانون. يعني حتى لو سقط القانون وألغيت هذه القوانين بإمكان استبدالها بقوانين أخرى، ولكن إسقاط الحكومة هي أولوية، وهذا التكتيك نجح مع نتنياهو. وفي الوقت الذي يبقى فيه الحديث عن شكل التحالفات المقبلة مبكرا، فإن استطلاعات الرأي الأخيرة تعطي حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو الأفضلية، يليه حزب يش عتيد بزعامة يائير لابيد. اعتزال بنت الحياة السياسية وتولي إليتش أكيد رئاسة حزب يمينة ربما يفتح الطريق حسب استطلاعات الرأي أمام نتنياهو لتشكيل حكومة بعد الانتخابات المقبلة، بالنظر إلى عدم رفض شكيد الدخول في ائتلاف مع نتنياهو. لقنوات أبوظبي ماجد سعيد رام الله. نشرتنا متواصلة وفيها بعد قليل في الاقتصاد. الإمارات تتمتع بأداء جيد في الشمول المالي في عام 2021.
أنت ليس بغريب على هذا الموقع، فأنت ابن شيخ زايد المؤسس، وأنت شقيق المرحوم الذي حمل الراية من بعده. عاشرناك خلال هذه المدة وهي مدة عصيبة، نحن بجانبك في هذه المسيرة. إن شاء الله دولة الإمارات وشعبها في مأمن وفي موقع، الحمد لله على بركة الله إن شاء الله. ونبارك لك ونبارك لأنفسنا بقيادتك لنا برئاسك دولتنا. ربي يوفقنا لما فيه خير البلاد وهلا. يقال أن التاريخ هو أحداث الماضي، لكن الحقيقة أعمق من كذي. ما بين قصور وصخور كتب التاريخ سطور. ونصل الآن إلى المحطة الاقتصادية، يصحبنا فيها زميل مكتوم محمد. إليك مكتوم، تفضل. شكرا سهيل، وأهلا بكم إلى الفقرة الاقتصادية في السادسة. أطلق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي استراتيجية أبوظبي الصناعية ترسيخا لمكانة الإمارة بصفتها مركزا صناعيا يعد الأكثر تنافسية على مستوى المنطقة، حيث تعتزم حكومة أبوظبي استثمار 10 مليارات درهم من خلال 6 برامج اقتصادية طموحة تسعى إلى مضاعفة حجم قطاع التصنيع في أبوظبي ليصل إلى 172 مليار درهم بحلول العام 2031 عبر تعزيز سهولة ممارسة الأعمال ودعم التمويل الصناعي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. كما ستعمل الاستراتيجية عبر برامجها الستة على خلق 13600 فرصة وظيفية تخصصية إضافية مناسبة للكوادر الفنية الإماراتية وتعزيز تجارة أبوظبي مع الأسواق العالمية. تعد استراتيجية أبوظبي الصناعية ترسيخا لمكانة الإمارة لتصبح مركزا صناعيا تنافسيا على مستوى المنطقة. مزيد من التفاصيل عن هذه الاستراتيجية مع زميل حامد رعب. شكرا للزملاء وحياكم الله مشاهدينا. واليوم في أبوظبي تنطلق الاستراتيجية الصناعية الخاصة بالعاصمة أبوظبي لتعزيز الصناعة وأيضا إيجاد فرص عمل كبيرة هنا، بالإضافة إلى استثمارات كثيرة ومبادرات متنوعة. نتعرف على تفاصيل أكثر في هذا الأثناء. ينضم معنا معالي محمد الشرفة رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي. رحب فيك معاليك اليوم لتعطينا أبرز بنود هذه الاستراتيجية والحوافز المتضمنة. مشكور أخي حامد. طبعا الاستراتيجية تم إطلاقها اليوم بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد الله يحفظه. هو طبعا الاستراتيجية منبثقة من الاستراتيجية الاقتصادية والاستراتيجية الصناعية. هاي طبعا أن احنا نحاول نرفع الناتج المحلي من القطاع الصناعي من 85 مليار ل 170 مليار إن شاء الله في حلول 2031. طبعا كل هذا يعتبر رقم كبير وإن شاء الله بنوصل له حسب القيادة. وطبعا هاي محتاجة مبادرات، وتم إطلاق مبادرات اليوم في الاستراتيجية، وقيمة المبادرات بحوالي 10 مليار درهم للقطاع الصناعي فقط في أبوظبي. طبعا بعض المبادرات اللي تكلمنا عنها اللي هي الأفوردبل هاوسنج، احنا طبعا شفنا أن لازم يكون في سكن، مش سكن عمال بس كموظفين وعوائلهم
عشان يساعدون في القطاع الصناعي. طبعا أيضا التمويل الصناعي من أهم المبادرات اللي تم إطلاقها اليوم لتمويل القطاع الصناعي، لأن تمويل القطاع الصناعي غير التمويل التجاري في البنوك. يعني طبعا بنتعامل وحيكون في تعاون كبير بيننا وبين البنوك المحلية في إمارة أبوظبي، بس المهم أن يكون في أطر محددة للقطاع الصناعي، لأنه يأخذ وقت لين المستثمر يقدر يستخدم التمويل هذا. هذا واحد. اثنين، احنا طبعا المبادرات الثانية اللي هي القائمة الذهبية. القائمة الذهبية هاي تعتبر من المبادرات اللي احنا بدينا فيها قبل الاطلاق الاستراتيجية، بس الحين سيتم تكبيرها ودخول كثير من المصانع الاخرى في أبوظبي. حاليا في حوالي 140 مصنع. القائمة الذهبية هاي تعطي الامكانية والحوافز الشركات الحكومية وشبه الحكومية انها تستخدم المواد التي يتم تصنيعها في أبوظبي. طبعا هذا كله ايضا في استراتيجية الصادرات. احنا طبعا عندنا اسس قويه في اماره أبوظبي للصناعه، كيف اقدر اكبر الاساس هذا ويكون عندي مصانع جديده بمواد اخرى مطلوبه خارج الامارات وداخل الامارات. فهذا مهم جدا، واحنا طبعا المبادرات اللي موجوده في دعم الصادرات حيكون موجود، بالاضافه الى توظيف فوق عن 13600 موظف، وأكثريتهم حيكونوا من المواطنين أيضا، لأن حيكون في تدريب متخصص في التكنولوجيا الصناعية والإدارة الصناعية أيضا. فالحمد لله المبادرات حاليا فوق عن 12 مبادرة، كلها تصب في زيادة الناتج المحلي لإمارة أبوظبي. وما ننسى أيضا أن تقريبا احنا نبغى نرفع الصادرات، قيمة الصادرات أبوظبي إلى 180 مليار درهم. احنا حاليا عندنا رقم بقيمة حوالي 80 مليار، فلازم يكون عندي أسس قوية، الصناعات اللي موجودة، غير الاكتفاء الذاتي اللي احنا شغالين أيضا عليه في الأدوية أو الأكل أو الصناعات المتخصصة، بس أيضا الجهات الحكومية والشبه الحكومية والقطاع الخاص بيشتغلون مع بعض لتطوير القطاع الصناعي في أبوظبي. بإذن الله كل التوفيق لكم عالية محمد الشرفة رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي. إذن أكثر من 10 مليارات درهم استثمارات، 13500 وظيفة ستذهب النسبة الأكبر إلى المواطنين لبرامج التدريب وغيرها، وصناعات واستثمارات وشركات ستكون في العاصمة أبوظبي. قال البنك الدولي أن الإمارات تتمتع بأداء جيد فيما يتعلق بالشمول المالي، وذلك من خلال قاعدة البيانات العالمية للشمول المالي لعام 2021 التي أصدرها أمس. ويرصد البنك من خلال قاعدة البيانات مستويات الشمول المالي في دول العالم، وأيضا مستويات انتشار المدفوعات الرقمية ومستويات مرونة الخدمات المصرفية على مستوى العالم في زمن جائحة كوفيد-19 وما بعدها. وأوضح البنك أن نسبة السكان البالغين الذين يمتلكون حسابات مصرفية في الإمارات إلى إجمالي عدد السكان بلغ 86% حتى نهاية عام 2021، وارتفعت هذه النسبة إلى 87% فيما يتعلق بنسبة السيدات. الآن مشاهدينا استعراض إغلاق أسواق المال الإماراتية في جلسة اليوم، حيث أغلق المؤشران على تراجع. مؤشر سوق العاصمة أبوظبي متراجع بنحو 13% والإغلاق عند مستوى 9374 نقطة. مؤشر سوق دبي متراجع بنحو 17% والإغلاق عند مستوى 3223 نقطة. بالنسبة لحجم وقيمة التداول في سوق العاصمة أبوظبي، الأحجام عند أكثر من 233 مليون سهم بقيمة تجاوزت 1,750,000,000 درهم. أما في سوق دبي كان حجم التداول عند أكثر من 96 مليون سهم بقيمة تجاوزت 286 مليون درهم. قالت مصادر عاملة في تجارة مواد البناء إن أسعار حديد التسريح في السوق المحلي بدولة الإمارات سجلت انخفاضا خلال شهر يونيو لتلامس 2530 درهما للطن، إذ تراجعت أسعار حديد التسليح بمعدل 17% مقارنة بأسعار مايو الماضية التي دارت حول 2950 درهما للطن. وقال مختصون إن هذا التراجع يعود لعدة أسباب، منها انخفاض أسعار حديد التسليح العالمية وتراجع حدة تداعيات الأزمة الجيوسياسية في شرق أوروبا على واردات مواد الخام من روسيا، بالإضافة إلى توفر مصادر جديدة للاستيراد. وأتوقع أن تتراجع أسعار الحديد في السوق المحلي بدولة الإمارات إلى 2450 درهما للطن خلال شهر يوليو.
ختام المحطة الاقتصادية، شكرا على المتابعة وعودة للزميل سهيل الزبيدي. الزميل مكتوم محمد شكرا جزيلا لك. ومن الاقتصاد كذلك نحن نصل بدورنا في نشرة السادسة إلى ختام النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بحفظ الله ورعايته، في أمان الله.